انت لما بتشوف شخص ماله فهمان قضيتك عم يقول كلام مالك مبسوط منه، وبرايك انه هذا الزلمه عم يقول هذا الكلام مو لانه هو زلمه شرير، لانه هو زلمه مو فهمان حكايتك، مو فهمان قضيتك. المساله ببساطه فينك تشرح له قضيتك، يعني احسن ما تخونه او تشتمه او تحاربه او تشيطنه او تطعن بمصداقيته. لا، اشرح له قضيتك، قل له انا قضيتي كذا كذا، انا حكايتي كذا كذا، خليني اشرح لك اياه، لانك انت واضح انه ما عندك معلومات كافيه تبني على اساسها وجهه نظر، فانا رح انا صاحب القضيه وانا اسمح لي اني اشرح لك قضيتي. يعني بكل بساطه لازم دائما نستخدم الاسلوب الحضاري بحوارنا. وبعدين انت احيانا احنا بنوع بوب، انا عندي الم، انا عندي قضيه، ففكر انه كل الكره الارضيه حاسه مثلي، وكل الكره الارضيه فهماني المي وفهماني اسباب المي وفهماني قضيتي. لا 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 لا، الدنيا ما لها هيك ابدا. انا لازم تكون صبور واشتغل، وهذا عمل تراكمي، اشرح للناس حكايتي واشرح لهم اسباب المي، وساعتها يعني اطلب منهم انه يأيدوني يناصروني او على الاقل يتعاطفوا معي او بابسط الاحوال يفهموني ويتفهموني ويقبلوني.